السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أعزائي الطلبة سلسلة دروس حياة 804 إلى الصف الثاني ثانوي التعليم الفني والمهني، الفصل الخامس المتمثل في الأمراض الغير معدية. بداية نتعرف على أهم الأهداف. راح نعدد الأمراض الغير معدية، كذلك راح نميز بين الأمراض الغير معدية من حيث الأسباب. الأمراض غير المعدية عندي خمس أنواع منها: الأمراض الوراثية، رقم 2 الأمراض الانحلالية، رقم 3 الأمراض الأيضية، كذلك السرطان والأمراض الالتهابية. أول نوع ناخذ منها عبارة عن الأمراض الوراثية، راح نتعرف على إنها تنتج عن وراثة الجينات التي لا تعمل بشكل سليم في الجسم، مثل البهاق والأنيميا المنجلية، كذلك نزف الدم والأمراض الكروموسومية مثل متلازمة داون. كذلك تتحكم فيها عوامل بيئية وجينية، مثال عليها مرض الشريان التاجي الذي يعمل على انسداد في الشرايين، كذلك النظام الغذائي يساهم في تطوير هذا المرض. فعندي عوامل بيئية، عوامل جينية، كذلك النظام الغذائي يؤثر في حدوث هذا النوع من الأمراض. الأمراض الانحلالية أول نوع ناخذ من هذه الأمراض غير المعدية. الأمراض الانحلالية تحدث نتيجة تلف أحد أجزاء الجسم وتهتكه بسبب التقدم في السن غالبا، مثل مرضين عندنا مثال عليهم انحلال المفاصل، كذلك تصلب الشرايين. فبالتالي العامل الجيني يؤدي إلى زيادة تعرض الأفراد لهذا النوع من المرض. الأمراض الأيضية ما هي سبب حدوث هذه الأنواع من الأمراض؟ تنتج عن خطأ في المسارات الكيميائية الحيوية، مثال على ذلك كعدم هضم حمض أميني محدد أو عدم تنظيم إحدى عمليات الجسم. فناخذ مثال عليها، حينما لا يستطيع البنكرياس أو لا يصنع البنكرياس كمية مناسبة من الأنسولين، فيؤدي بذلك إلى حدوث مرض السكري من النوع الأول. فتتحكم العوامل الجينية والبيئية في حدوث الأمراض الأيضية. السرطان عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا. كيف يحدث النمو الغير طبيعي للخلايا؟ إذا فقد الجسم آلية تحكم بعض الجزيئات في بدء دورة الخلية وانتهائها، تنتج ما يسمى بالأورام. فتساهم بالتالي العوامل الجينية والبيئية بحدوث السرطان. فيسمى السرطان الذي يصيب خلايا الدم البيضاء بلوكيميا الدم. فعزيز الطالب لازم نعرف إن السرطان إذا أصيب خلايا الدم البيضاء يسمى بلوكيميا الدم. الأمراض الالتهابية أمراض يكون فيها الجسم أو يكون عفوا فيها الجسم استجابة التهابية تجاه مادة شائعة. فعندي نوعين من الأمراض الالتهابية، النوع الأول المناعة الذاتية، النوع الآخر أمراض الحساسية. ناخذ أول نوع عبارة عن أمراض الحساسية. ما المقصود بها؟ رد فعل غير طبيعي لمولدات الضد. فعزيز الطالب ما المقصود بمولدات الضد البيئية؟ نقصد بها مثال عليها حبوب اللقاح، الغبار، كذلك بعض أنواع الأطعمة التي تؤدي إلى حدوث الحساسية. فبالتالي يكون الشخص أو يكون الشخص حساساً لهذه المواد ويكون استجابة التهابية موضعية، فراح يصاحب ذلك انتفاخ في العيون رقم 1، يعاني من احتقان في الأنف والعطاس رقم 3، وظهور طفح جلدي نتيجة تحسسه من مولدات الضد البيئية.
فتحدث الأعراض نتيجة. فلماذا تحدث هذه الأعراض؟ ليش ظهرت عليه هاي الأعراض؟ ظهرت عليه نتيجة مركب كيميائي، وش نطلق عليه اسم؟ الهيستامين، وهو يفرز من نوع محدد من خلايا الدم البيضاء. نفس ما قلنا أن خلايا الدم البيضاء هي خط دفاع نتيجة حدوث ضرر ما في داخل الجسم. ننتقل إلى النوع الثاني من الأمراض الالتهابية المتمثلة في أمراض الحساسية، نقصد بها ناخذ مصطلح اللي هو صدمة فرط الحساسية. صدمة فرط الحساسية المقصود بها إطلاق كميات كبيرة من هذه المادة الكيميائية التي يطلق عليها الهيستامين، مما يؤدي إلى حدوث عدد من الأعراض. ما هي هذه الأعراض؟ انقباض العضلات الملساء للشعيبات الهوائية، كذلك يحد من تدفق الهواء إلى داخل الرئتين وخارجها. رقم ثلاثة، نقول إن هذه الحالة تتطلب علاج طبي عاجل إذا تعرضت إلى هذه العوامل. فوجود العامل الوراثي، وجود عامل وراثي يؤدي إلى مرض الحساسية. المناعة الذاتية تكون الأشخاص أجسام مضادة ضد البروتينات الخاصة بهم، فمما يسبب إصابة خلاياهم. مثال على ذلك روماتيزم المفاصل. ما المقصود بروماتيزم المفاصل؟ راح تهاجم الأجسام المضادة وين؟ مفاصل الجسم. النوع الثاني، فهني لازم نقول عزيز الطالب المناعة الذاتية عندي نوعين أو عندي مرضين نفصلهم، روماتيزم المفاصل كذلك الحمى الروماتيزمية. ما المقصود بالحمى الروماتيزمية؟ المقصود بها التهاب تهاجم فيه الأجسام المضادة صمامات القلب. فعندي الأجسام المضادة المتكونة في الجسم المفروض تهاجم الأجسام الغريبة، ولكن هنا راح تهاجم وين؟ راح تهاجم صمامات القلب، مما يؤدي إلى تلف فيها ويمنعها من الانغلاق جيدا أثناء مرور الدم في القلب. النوع الآخر أو المرض الآخر هو مرض الذئبة الحمراء. ما المقصود بمرض الذئبة الحمراء أو ماذا يحدث في هذا المرض؟ اضطراب تتكون فيه أجسام مضادة ضد نواة الخلايا، فبالتالي هنا عندي جهاز المناعي يهاجم خلايا الجسم نفسها. مثال عليه روماتيزم المفاصل، الحمى الروماتيزمية، ومرض الذئبة الحمراء. عزيز الطالب، خلنا نشوف هذه الأسئلة نفكر فيها شوي كتقييم لما سبق. فلو قلنا ما المرض الغير المعدي الذي ينتج عن مشكلة المسارات الكيميائية الحيوية في الجسم؟ فكر وياي. النوع الثاني أو السؤال الثاني، أي المواد تفرز في الجسم مسببة معظم أمراض الحساسية؟ السؤال الثالث، أي الأمراض راح تهاجم فيها بروتينات الجسم؟ فالمرض الغير معدي الذي ينتج عن مسارات أو عن مشكلة المسارات الكيميائية، نفس ما تفضلنا وقلنا، عبارة عن المرض الأيضي. رقم اثنين، أي المواد تفرز في الجسم مسببة معظم أمراض الحساسية اللي هي مادة الهيستامين. رقم ثلاثة، أي الأمراض تهاجم فيها بروتينات الجسم نقول عنها اللي هي أمراض المناعة الذاتية. شكرا لحسن متابعتكم، بالتوفيق جميعاً.